بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ اليوم في محاضرة رقم 7 أو شابتر 29 اللي بتحدث عن المجال الكهربائي والقوى المغناطيسية. قبل ما نتعرف على المجال المغناطيسي خلينا نذكر أنه أي مغناطيس بيكون له قطب شمالي وقطب جنوبي. يعني إذا بنحط بنجيب بار مثل هيك مغناطيس بيكون في واحد منها النورث، الثاني بيكون الساوث. هذا النورث كما لو كان في عندنا شحنة، كانت زمان تسمى شحنة مغناطيسية موجبة، والساوث كان يسمى شحنة مغناطيسية سالبة، فدائما هذول الثنتين موجودات. إذا كان الأقطاب متشابهة فراح مثل هون الساوث مع الساوث أو نورث مع نورث فراحين يتنافرن، أما إذا كنا حطينا نورث مع الساوث أو الساوث مع نورث فراحين يتجاذبن، ومثل ما حكينا في الشحنات المتشابهة والشحنات المختلفة لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار معاكس له في الاتجاه. خطوط اتجاه المجال المغناطيسي ببرادة حديد بيقدر الواحد يعمل تجربة أو ببوصلة يحطها بشوفون اتجاه البوصلة، راح يكتشف أنه دائما خطوط المجال تتجه من الشمال وتدخل في القطب الجنوبي، وعدد خطوط المجال اللي بتخرج راح تكون مساوي لعدد خطوط المجال اللي بتدخل، واللي هذا الحين إن شاء الله في الشابتر القادم لما نتحدث عن التدفق راح نشوف أهمية هذا المبدأ. ممكن واحد يتساءل وين اتجاه المجال المغناطيسي داخل المغناطيس، هل هو من الساوث إلى النورث ولا من النورث إلى الساوث؟ الاعتقاد السائد إنه هو من الساوث إلى النورث، وهذا راح يبينه إن شاء الله في الشابتر القادم لما نتحدث عن السولينويد اللي هو عمله شبيه جدا بعمل المغناطيس. الشيء المحير حقيقة في المغناطيس إنه إذا بنجيب مغناطيس واحد له قطب شمالي وقطب جنوبي، إذا بنقسمه لقسمين هنا راح يتكون قطب شمالي وقطب جنوبي، والثاني أيضا قطب شمالي وقطب جنوبي. لو نقسمه راح يصير في عندنا قطب شمالي وقطب جنوبي، قطب شمالي وقطب جنوبي، هلم جرة. ولغاية 2003 كان قدروا يوصلوا لواحد مايكرو من المغناطيس وظلوا عندنا قطب شمالي وقطب جنوبي. طبعا ممكن واحد يتساءل شو العبرة ان الواحد يظل يجذب المغناطيس. حقيقة بيّن إلها أهمية كبيرة في تطور العلم في ما يسمى المراوح المغناطيسية. أساس المجال المغناطيسي اللي هو راح نتحدث عنه بكل بساطة هو عبارة عن المسبب الرئيسي، خلينا نقول لوجود المجال المغناطيسي هو الشحن المتحركة. وتعرفنا أنه معنى الشحنات المتحركة اللي هي عبارة عن التيار الكهربائي. في المجال المغناطيسي الأرضي هذا موجود من ضمن الأرض، له قيمة، وهذه القيمة تقريبا نسميها بي. المجال المغناطيسي الأرضي خلينا نسميها بي سب إي، هذه تقريبا 5 × 10 قوة ناقص 5 من التسلا، وتسلا هي وحدة مغناطيسية كبيرة. إذا نحط الكرة الأرضية بهذا الشكل وعندنا هذا النورث وهذا الساوث، راح نلاقي أنه النورث بروح باتجاه النورث والساوث بروح باتجاه الساوث، بمعنى أنه القطب الشمالي الجيوغرافي هو عبارة عن قطب جنوبي بالنسبة للمغناطيس. خلنا من عملية مقارنة سريعة ما بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. إذا تتذكروا المجال الكهربائي تعرف على أنه القوة المؤثر على الشحنة مقدارها 1 كولوم. هنا نفس الشيء راح يكون في عندنا مجال كهربائي المجال مغناطيسي، لكن حتى يكون في قوة تؤثر على الشحنة، يعني هنا في قوة تؤثر على الشحنة موجودة في مجال كهربائي، يعني كان هاي هو المجال الكهربائي بهذا الشكل وكان في عندنا الشحنة مثل كيو، فهذا راح يأثر عليها قوة إما بهذا الاتجاه إذا كانت الشحنة موجبة أو بالاتجاه المعاكس إذا كانت الشحنة سالبة. هذا بيكون اتجاه القوة الموجود. في القوة المؤثرة على الشحنة إذا كانت موجودة في مجال مغناطيسي لازم هذه الشحنة تكون متحركة، فإحنا راح نحط هنا عنوان بسيط نقول ما هي القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة تتحرك في مجال مغناطيسي. ماجنتك فورس
exerted on a charge, a moving charge, placed in a magnetic field. من العنوان حقيقة نقدر نستنتج ما هي القوة. فلما نقول magnetic force بنسميها Fm، الأساس M للماغنتيك وF للفورس. Moving يعني تحرك، معناها إلها السرعة. Charge معناها عندنا Q. Placed in بالغالب نكتبها باللغة الفيزياء مثل هيك cross. Magnetic field اللي هو راح نعرفه ونسميه B. فبصير في عندنا F والفورس إلها اتجاه، تساوي الشحنة هاي ثابتة Q، moving يعني V، cross اللي هي N، magnetic field B، وهو قانون بسيط F تساوي Q V cross B. وبالتالي لازم نكون نفهم شو هو الكروس برودكت. خلينا ناخذ كقيمة بقدر أقول في عندنا F القوة المؤثرة على الشحنة تتحرك في مجال مغناطيسي. القوة المؤثرة على الشحنة تتحرك، الشحنة متحركة. مرة ثانية هي عبارة عن Q في V كروس B. إذا بدنا طول القوة F، فبالتالي هي عبارة عن Q في طول V في طول B في ساين الزاوية ما بين V و B، نسميها ساين الزاوية تيتا. لكن لما نقول في عندنا متجهين وبدعمل كروس برودكت، يعني افرض ان هاي مثل هاي الشحنة هون الزائد كيو تحركت بهذا الاتجاه بي، موجودة في مجال مغناطيسي اللي هو بي، وبدنا نشوف وين اتجاه القوة. في عندنا اكثر من طريقتين، اللي هي قاعدة اليد اليمنى وقاعدة اليد اليمنى هنا برضو اليها، اللي هي اكثر من طريقتين. الطريقة الاولانية، وارجو التركيز معي، نضع الابهام باتجاه الفكتور الأول، هذا الفكتور الأول اللي هو V، فبضع اتجاه الإبهام باتجاه V، وبضع الأصابع كلياتها باتجاه B، هاي الأصابع بحطها هون باتجاه B، مباشرة راحة اليد أو العمود على راحة اليد تؤدي إلى اتجاه القوة اللي هي راح تكون بهذا الاتجاه. أو بضع أصابعي الأربعة كليات باتجاه الفكتور الأولاني، بحطها بهذا الاتجاه، بحرك أو بدور أصابعي باتجاه البي، تحركناها باتجاه البي، معناها هاي بحركهم هون لحيتون باتجاه البي، فبكون الإبهام يشير إلى اتجاه القوة. ممكن واحد يسأل، طب إذا كانت الشحنة السالبة شو بنعمل؟ هذا كله إذا كانت الشحنة موجبة. إذا كانت الشحنة السالبة بعمل نفس الخطوات، اللهم بعكس الاتجاه. يعني لو كانت هنا عندنا شحنة موجبة، فبكون V كروس B بتأدي إني حطينا أصابعنا باتجاه ال V، دورتن باتجاه ال B، صار الإبهام يشير إلى اتجاه F، هاي اتجاه ال F. لو كانت في عندنا الشحنة السالبة، مباشرة بعكس الاتجاه القوة، وبصير اتجاه القوة إلى أسفل في حالة الشحنة السالبة. طبعا كقيمة للماغنتيك فيلد من هذه العلاقة هنا، إذا بدي B فهي F على QV sin theta، فهنا نحط B F على QV sin theta. وهنا في مثال بسيط تركته لكم. بالنسبة للقوة للوحدات، في عندنا F تساوي Q في V cross B، وحدة القوة نيوتن، وحدة الشحنة كولوم، وحدة السرعة متر بير سكند، وبيظل عندنا وحدة بي. فبالتالي وحدة بي هي عبارة عن نيوتن سكند على كولوم متر. لكن بدل ما نظلنا نقول نيوتن سكند بير كولوم متر، هذه كلياتها حقيقة تعطى بتسلا، والتسلا مقدار كبير جدا. يعني إذا بنيجي لأنواع التسلا، شوف المجال المغناطيسي الأرضي قبل شوي كتبنا قيمته نص في 10 قوة ناقص 4 تسلا. كل واحد تسلا عبارة عن
10 قوة 4 قاوس، يعني 10,000 قاوس. زمان الوحدات كانت بالقاوس، يعني بنقدر نقيس مجال مغناطيسي 10 قاوس 20 قاوس. حتى إجا تسلا اللي هو أكبر عبقري في الكهرباء والمغناطيسية، وحقيقة قدر يتوصل إنه لمقدار أكثر من 1 تسلا. في جامعة العلوم والتكنولوجيا في قسم الفيزياء عندنا بصل لغاية 0.8 تسلا مجال مغناطيسي. بأنواع المجال المغناطيسي ممكن يكون عندنا بي، في عندنا للأرض ممكن تكون 10^-5، في عندنا للبار، هاي بي للأرض، البار العادي تقريبا اللي نشتريه من السوق هذه عبارة عن 0.01 ممكن يكون 2 تسلا، وهذا عالي شوية. بالمختبرات بي ريسيرش حسب البحث وين بدنا اياه نشتغل ممكن يكون 1 تسلا، وممكن يكون لغاية 10 تسلا، وفي حاليا بتلهاسي بيشتغلوا لغاية 20 تسلا. في بالام ار اي، بالام ار اي مثل اللي بروح على المستشفى الملك عبد الله، في عندنا 2 بكون واحد منهم 1.5 تسلا، وفي 1.2 و3/10 تسلا. هذه قاعدة اليد اليمنى، شايفوا هاي الأصابع بنبدأ بها بي في، يعني في عندنا اف تساوي كيو في كروس بي، فعندنا المتجهات اللي هن في وبي، فببدأ بي في، بنضح باتجاه الأصابع كلها باتجاه في، وبلف أصابعي باتجاه البي، بكون الإبهام مباشرة يشير إلى اتجاه في كروس بي اللي هي القوة، وإذا كانت الشحنة موجبة، إذا كانت الشحنة السالبة بنعكس، أو بنستخدم الإبهام بحطه باتجاه البي، الأصابع باتجاه البي، فراحت اليد أو العمود راحت اليد باتجاه العمود عليهم. النوع الثاني اللي بدنا نهكل همه كثير إنه هذه الشحنة اللي بتتحرك، الشحنات بالغالب وين بتتحرك؟ بتتحرك بالسلك كهرباء. إذا لو حطينا السلك كهرباء موجود في مجال مغناطيسي، هل سيتأثر الجواب؟ إذا نيجي على القوة المغناطيسية مرة ثانية اللي بتأثر على تيار، مثل ما حكينا قبل شوية، هل تتأثر؟ نعم، لأنه التيار عبارة عن شحنات متحركة، ولكن هذا التيار بشكل عام يسري في أسلاك، فإحنا بهمنا نشوف القوة المؤثرة على السلك يسري به تيار موجود في مجال مغناطيسي. يعني مرة ثانية خلينا نكتب العنوان هنا magnetic force exerted on a wire carrying current I placed NE magnetic field magnetic force قبل شوي كتبناها FM تتأثر على السلك، السلك بده يكون له طول معين مثل L current I current place in a magnetic field B F force تساوي بدل Q بده يصير في عندنا I بدل L في عندنا L كروس B، وحطينا اتجاه ال L اللي هو اتجاه التيار، لأنه حقيقة التيار ليس كمية متجهة، لذلك نحط المتجه على ال L، وراح نشتقها كمان شوية. خلينا ناخذ هذه الفورس بشكلها البسيط، لكن ناخذ حالتين للمجال المغناطيسي. راح نتعلم إنه إذا كان في مجال مغناطيسي كروس حوالي دائرة، هذه معناها إنه المجال المغناطيسي للداخل، يعني داخل الصفحة، وإذا كان المجال المغناطيسي بنقطة وحولها دائرة مثل هيك، هذا بكون خارج من الصفحة. فلو وضعنا السلك مثل هيك، في الحالة الأولى كان عندنا التيار يساوي الصفر، فلما نقول F يساوي I في L كروس B، كونه التيار يساوي صفر معناها القوة تساوي صفر لا يؤثر عليه شيء. في هذه الحالة لاحظوا
أول شيء ببدأ بآي إل، هذا اتجاه الآي إل، هذا اتجاه التيار إلى أعلى، فبحط الإبهام، هي واحدة من الطرق الأساسية، بحط الإبهام باتجاهه، بحط أصابعي باتجاه البي، فالأصابع إلى الداخل، فمعناها راحت اليد إلى اليسار، إذا السلك راح ينحرف إلى اليسار مثل ما هو موضح في الشكل. لو كانت التيار إلى أسفل، بحط الإبهام، امسك الإبهام كسيات وحطه باتجاه السهم إلى أسفل، وضع أصابعك إلى الداخل، راح يكون راحة اليد بهذا الشكل، إذا راح السلك يتحرك إلى اليمين. نفس الشيء لو كان مجال خارجي راح يكون نفس ذاك بس إنه بشكل معكوس. خلينا نشوف، نفرض إنه في عندنا السلك طوله L وفي شحنات، لكن بالضبط قديش كمية الشحنات الموجودة، وكل شحنة تتحرك بسرعة V sub D، إذا Q V cross B أو Q V في B، وبعدين بنعمل cross product، لكن قديش عدد الشحنات الموجودة؟ الشحنات تغطي حجم مقداره مساحة المقطع الأرضي اللي هو معتبرينه A، في الطول L، هذا طول الأسطوانة، في عدد الشحنات الموجودة اللي هو N. لكن احنا اخذنا اذا بتتذكروا I تساوي NQ في V في A، فبطلع عندنا مقدار القوة B في I في L. اذا بدنا نكون حذرين الزيادة بده يكون في عندنا DF يساوي I L كروس B، ومقدار القوة المغناطيسي هاي ساين ثيتا بتكون هنا، واكبر زاوية اكبر قوة لما تكون ساين ثيتا تساوي واحد، يعني ثيتا تساوي 90 درجة، يعني الزاوية ما بين بي وما بين اتجاه التيار 90 درجة. خلينا نحاول ناخذها بشكل ثاني. نفرض انه في عندنا مجال مغناطيسي بهذا الشكل، هذه بي، ونفرض انه في عندنا سلك، سلك ممكن يكون طوله قد ما يكون طوله، خلينا نقول طوله ال، هاي اي وبي، وبدنا نشوف قديش مقدار القوة المؤثرة عليه. هنا كون القوة تتأثر لأنه كل مرة بتغير اتجاه التيار قاعد عندنا، هاي اتجاه التيار، فمعناها خلينا ناخذ دي اف، وحسب التعريف هي اي في دي ال كروس بي، وماخذين بي هنا ثابت يونيفورم، فدي ال هذا الطول الصغير اللي احنا ناخذه دي ال كل مرة بزيده، فإذا بدنا F معناها بدنا الكامل، لكن هاي I في تكامل دي L كروس B، بقدر B كونه ثابت لبرا بقدر أطلعه برا، بظل في عندنا في تكامل دي L كمتجه، لكن تكامل دي L كمتجه هي L كمتجه، لكن كيف بدنا نجمع L كمتجه؟ إذا بتعرفوا التكامل حقيقة ما هو إلا عبارة عن summation. إذا أنا بدي أجمع كل هذه المتجهات، لما أجمع هذا المتجه مع هذا المتجه، خلينا نغير اللون شوية، بدي أجمع هذا المتجه مع هذا المتجه، راح يطلع عندنا متجه جديد، بدي أجمعه مع هذا المتجه، صار هذا هو المتجه الجديد، بدي أجمعه مع هذا المتجه، صار هو هذا المتجه الجديد. إذا كأنه من بداية السهم إلى نهاية السهم، وإحنا قاعدين بنعمل هنا بنهاية السهم، بلاقي انه قاعد بوصلنا من هاي النقطة الى هاي النقطة. هذا الطول اللي احنا بنسميه اللي بربط مباشرة ما بين النقطة A و B، هذا خلينا نسميه البرايم. فكأنه صار في عندنا مقدار القوة هي عبارة عن I في البرايم كروس B، حيث البرايم هي النقطة، هي طول السلك اللي بربط ما بين النقطتين A و B. طبعا هاي B هاي اللي هون هي نقطة وليست مثل B هاي اللي هي مجال مغناطيسي، وبعتذر جدا على انه استخدمت نفس الرمز. اذا هنا بدها تكون مقدار القوة F كمقدار هي عبارة عن I في L برايم في B في ساين الزاوية ما بين L برايم وما بين B. لاحظوا هذا اتجاه ال B، هذا اتجاه ال L برايم، اذا هاي هي الزاوية اللي نتحدث عنها واللي راح نسميها ثيتا الساين ثيتا. ناخذ مثال عليها. لو فرضنا انه في عندنا مكعب، خلينا نرسم هنا مكعب، ونفرض انه في عندنا التيار يتحرك بهذا الشكل،
وخلينا نفرض انه في عندنا مجال مغناطيسي هذا الاتجاه، نفرض انه هذا المحور اسمه اكس، هذا واي، هذا الزد، وخلينا نقول طول المكعب، كل ضلع منه عبارة عن ال. وقلنا ما مقدار القوة المؤثرة على السلك كامل من هذه النقطة A، نروح للنقطة هذه نسميها C D E F G. الأصل إنه نقول إن القوة المؤثرة على هذا السلك كامل هو القوة المؤثرة على السلك من A إلى C، بعدين من C إلى D صار عندنا قطعة قطعتين، من D إلى E ثلاث قطع، ومن E إلى F هاي القطعة الرابعة، ومن F إلى G هاي القطعة الخامسة. لكن احنا بينا انه كل اللي بهمنا انه F عبارة عن I في طول من نقطة البداية إلى نقطة النهاية كروس B. طيب هذه نقطة البداية، خلينا نختار لون مختلف، هاي نقطة البداية A وهاي نقطة النهاية G، إذن هذه هي عبارة عن حقيقة عبارة عن من A إلى G هذا الاتجاه، واللي هو هذا هو عبارة عن L برايم، لكن L برايم مثل ما هي هنا هي عبارة عن L، فبالتالي بتصير عندنا تساوي I في ال L كروس B. لكن الزاوية ما بين B وال L، لاحظوا ال B باتجاه ال Y وال L برايم باتجاه ال X، يعني الزاوية بيناتهم 90، إذا I في L في B في مباشرة. هنا في مثال راح أتركه لكم، كمان مثال آخر راح أتركه لكم، لكن نبدأ نأخذ هذا المثال المحلول، هذا مثال محلول، ولكن احنا هنا راح نحله بطريقة مختلفة. في عندنا المجال المغناطيسي خارج من الصفحة، يعني هاي المجال المغناطيسي بهذا الشكل، وفي عندنا السلك يسري به تيار بهذا الشكل، هذا الطول معطينا اياه L وهذا الطول معطينا اياه L، وهاي نصف قطر حلقة، نصف قطر دائرة، نصف قطرها R، وهذا اتجاه التيار I. بدنا نشوف القوة المؤثرة عليه، بقدر أقول القوة المؤثرة نسمي هاي النقطة مثلا A، هاي النقطة نسميها C، هاي النقطة نسميها D، وهاي النقطة نسميها E، ولاحظوا إنه اتجاه المجال للخارج. كأني بدي أوجد القوة المؤثرة على السلك AC اللي بدنا نسميها قطعة رقم 1، ومن C إلى D قطعة رقم 2، ومن D إلى E القطعة رقم 3، لكن حسب القاعدة F تساوي I L برايم كروس B، حيث L برايم الطول من البداية للنهاية، من البداية A هاي A والنهاية اللي هي E، هاي المسافة كليات اللي هي عبارة عن L برايم. لكن شو هي L برايم؟ ال برايم من A إلى C طولها L، من D إلى E هاي ال برايم، من A إلى B اللي هي L، ومن D إلى E اللي هي L، معناها صار في عندنا 2L، من C إلى D عبارة عن من هنا هذه نصف قطر R وهذه كمان نصف قطر R، فصار عندنا 2R زائد 2R، واتجاه من A إلى E اللي هو اتجاه التيار، لأن هذا هو اتجاه التيار، لأن هذا اتجاه التيار، عمودي على اتجاه ال B، إذا الزاوية بيناتهم 90 درجة، إذا هذا يساوي I في الطول L برايم اللي هو 2L زائد 2R في B في ساين الزاوية وساين 90 اللي هي 1. هيك نكون خلصنا الجزء الأول، نراكم قريبا في الجزء الثاني.